ما هيدا جزء من هويه بيتنا انه بيت اطفال. هيون قاعده هيك انا بالحقله عادي مثل الدجاجه هيك الدجاجه بتنتف معروف الدجاجه بتنتف. وهاي عم تاخذ لك بيبسي تبعولي شو ماريا ماريا حالة. وهاي بعد عم تاكل خلاص ايه سوري خلاص شوفوا هناكل قتلي يعني طب لك ايه سوري خلاص راحت كيتي لعندك شو بدك يا مش لعندي لا عندي بيبسي تبع مرك مين قال لك شوف الزحف لوين مكمل يلا يا كيتي لك عينا لوين رايحه يا كتاليا لوين بدي هي لك رجعت اعطيها اياها لما اعطيها لكيتي لكتاليا انت عم بتضيفي ماما لك كبيتيها على الارض ليش؟ يا ماما شو بدكم ماما بدنا نكون ضاف لا عم اعطيها لك كتلة ليش اخذتيها انت؟ اخذتي لها اياها؟ بلدي عائلة مكدو بلدي عائلة مكدو حدا ما بيعرف كله بيعرف مكدو؟ هي احلى عائلة مكدو عم يتخانقوا على كبية مكدو عمالي منشن ماريا هيدي لكيتي عمالي منشن لمكدو هيدي لكيتي لك شو في؟ هيدي لكيتي مش لقريب انت لمالك لمين عطيتيها؟ لكيتي روقي انت روقي معصب روقي يا حبيبي شو قصة المشكلة اللي هون ما فيني اتدخل لحدا بس في وحدة عم تخانق بقوة بس رواق وحدة عم تخانق لا ما تدخلي انت يا ماما ما تدخلي ما تدخلي لنشوف مين بيربح لنشوف مين بيربح مين اولى تيربح هلا بنشوف بدي بحثة بلش لا مشكل مشكل ليك شرفك ليك ولك فيها فيك حدا فيك كائن لك زلزلة حقيقية ولا زلزلة كيتي لك اي رح تتنتب كيتي انا رأيي نبعد كيتي لانه في واحدة جيتها لا ما بتضربها انا قلت لك ما تتدخلي مالك ما تتدخلي ما تتدخلي هلا بشوف مين بيربح يا بابا انت بتحلي هاي شوف مين بيربح نتفرج انا وياك ماريا لا شو بكي شو فيه خلص ماما ضرب زيحه ضربت كيتي هجمه شو بكي شو بدك تعمل يعني حدا ضرب كيتي لا ما حدا ضرب كيتي هي ضربت ليه عطيتها لماريا ليه هي كانت بايد ماريا لو كبيتها هاي لكيتي جاي كيتي تاخذها من بعيد وضربت بيا يا عين يا عين حتى ما عندها يعني الوفا يا حبيبتي وحدي رافعة هيك وحدي رح بعيدة عنك هيك يا ماريا انت قشطتك اياها وسكتتي ما سكتت لها اياها هيك لا ماريا نهون اضرب كيتي بيزولها كيتي لك بوطة عبوطة حبيبي بوطة عبوطة حبيبي 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 لك يا ولك يا ملك ولك يا ملك ولك يا عمي شوفي كلنا حناكل قتل اليوم كلنا شوفي لشوفي شو بكي لا لا عيط عليا قصدي بصت هيدي انزا هي طلعت هيدي